السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآل بيته المستكملين الشرفا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أجمل أن نحيا وأن نعيش وأن نعطر أسماعنا وأن نعطر أفواهنا وأن نعطر بيوتنا بالحديث عن بنات أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من الذكور كما ذكرنا القاسم وعبد الله، وقلنا بعض الصحابة أو بعض أهل السير، عفوا بعض أهل العلم، قالوا كان عنده صلى الله عليه وسلم أربعة: القاسم وعبد الله والطاهر والطيب. شو قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت؟ طيب، يبقى عندي الطاهر والطيب والقاسم وعبد الله. بس بعض أهل العلم قالوا لنا لا، خلي بالكم، عبد الله هو الطاهر وهو الطيب، سمي بذلك لأنه ولد بعد النبوة. القاسم وعبد الله من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. طب وإبراهيم كان من ماريا القبطية. كل الذكور ماتوا أطفالا كما ذكرنا، يبقى ده أولاد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذكور. أما الإناث عنده زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة. من حفظهم؟ زينب، أم كلثوم، رقية، فاطمة. زينب تزوجها أبو العاص ابن الربيع كما سنذكر اليوم، أولادها علي ومات صغيرا، وأمامة تزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة، وحنعرف إن دي كانت وصية ستنا فاطمة. طب أم كلثوم تزوجها عثمان بن عفان بعد وفاة رقية، يبقى كانت الكبيرة مين؟ كبيرة رقية، تزوجها عثمان بن عفان، أولادها عبد الله مات صغيرا أيضا. أم كلثوم تزوجها عثمان بن عفان بعد وفاة رقية رضي الله عنها. طيب فضل مين؟ ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشبه الناس بأبيها خلقا وخلقا. فاطمة تزوجها علي بن أبي طالب، أولادها الحسن والحسين ومحسن وهو مات صغيرا كما سنذكر، ورقية ماتت صغيرة أيضا، وأم كلثوم شوف سمت على إيه؟ سمت مثل أخواتها، تزوجها عمر بن الخطاب، وزينب تزوجت عبد الله بن جعفر
ابن ابي طالب. ام كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب، وزينب تزوجت عبد الله بن جعفر ابن علي بن ابي طالب. ها نقول تاني، حفظتهم ولا لسه؟ الكلام ده للحفظ، مش هتحفظ اسماء حبيبك بنات حبيبك صلى الله عليه وسلم، هتحفظ اسامي مين؟ مش كده؟ يبقى زينب وام كلثوم ورقيه وفاطمه، كل واحده من دول هنتكلم عنهم بالتفصيل ان شاء الله. نبدا بمين النهارده؟ نبدا بزينب الكبرى بنت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله، طبعا تخيل بقى لما عيون الهاشميين وبيوت مكة تتنافس على الظفر بها، هما هيلاقوا نسب أحسن من كده. أبوها زين شباب مكة قبل إسلامه، قبل البعثة صلى الله عليه وسلم، قبل بعثته زين شباب مكة، وأمها خديجة بنت خويلد معروفة في نسبها وفي أخلاقها، يبقى هيلاقوا زواج أحسن من كده إيه؟ صح ولا لأ؟ سبحان الله. يبقى زينب على صغر سنها ولكن العيون تعلقت بهذا البيت لتنال هذا الشرف، شرف الزواج من زينب بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. طيب خد بالك بقى، ابو العاص بن الربيع يقرب لها، حد يقول لنا كده يقرب لها حاجه؟ ابو العاص بن الربيع يقرب لها ايه؟ لا ما بقولش على انا بقول قريبها، انا بقول القرابه ما قلتش تزوجها، انا بقول القرابه مش النسب. بنت خالته زينب تبقى بنت خالته، خالته خديجه بنت خويلد، وكان ستنا خديجه بتنزله منزله الابن، فواضح ان هو يعرف زينب جيدا، لان طبعا زي ما بيقولوا ايه متربيين وهم صغيرين مع بعض مش كده؟ طبعا ستنا خديجه كانت في يعني وقت يعني في هذا الوقت الذي وصلت فيه زينب بسن العاشره، وانتوا عارفين ان العرب كانوا بيتزوجوا مبكرا والناس تفكروا يخطبوها، كان ستنا عائشة كان عندها كام سنة ساعتها؟ لما ستنا دينا تبقى عندها 10 سنين، ستنا عائشة، ستنا خديجة تبقى عندها كام سنة؟ كانت في يعني وقت يعني في هذا الوقت الذي وصلت فيه زينب بسن العاشرة، وانتوا عارفين ان العرب كانوا بيتزوجوا مبكرا والناس تفكروا يخطبوها، كان ستنا عائشة كان عندها كام سنة ساعتها؟ لما ستنا دينا تبقى عندها 10 سنين، ستنا عائشة، ستنا خديجة تبقى عندها كام سنة؟ عندها 10، يبقى ستنا خديجة، ستنا خديجة يبقى عندها كام سنة؟ إزاي؟ خديجة أمها يبقى عندها 9، يبقى عندها 15، يبقى عندها 50 رضي الله عنها. طيب طبعا في الوقت ده كبرى البنات زينب، يبقى اكيد هتشارك الام في حضانه اخواتها، يبقى زينب كانت بتساعد امها شيء طبيعي جدا في ايه؟ تربيه اخواتها الثلاثه. طبعا كان الرحلات التجاره الى الشمال الى الجنوب الشام اليمن في الصيف وفي الشتاء، كان مين بيسافر برضه؟ ايوه مين؟ ابو العاص بن وائل.
أبو العاص بن وائل كان يسافر كثيرا. طيب اللي عنده مشكلة احنا نقول كلمتين بقى عشان ما نتعطلش عن الحلقة، اللي عنده مشكلة يدخل للإنسبيك، الخطوات على الصفحة. الموضوع بقى مختلف، احنا عايزين الحديث عن بنات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بقى كده مع بعض، الناس اللي عندهم الصوت الحمد لله، اللي ما عندهمش صوت معلش سامحونا، ويقدروا يحملوا برنامج الانسبيك، ما بيستهلكش ما بيطلبش يعني ايه امكانيات عاليه لسرعه النت. طيب صل على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم على عبدك خير خلقك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلنا ابو العاص كان معتاد ان هو بعد ما يرجع كان بيروح يسلم على مين؟ كان بيسلم على خالته، واكيد كان بيحكي ايه اللي حصل له في السفر، وايه اللي حصل من طرائف وغرائب، وايه الاحوال التي راها في رحلاته لاحوال الناس وغير ذلك. طيب ستنا خديجه ساعدت ابو العاص ابن وائل، ساعدت ابو العاص ابن الربيع عفوا، ساعدت ابو العاص او ابن الربيع على أن يتجرى وأن يتقدم للزواج بزينب، وبالفعل طبعا هي ساعدته، ولما طلب يدها من أبيها صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قال بنيتي زينب إن ابن خالتك أبا العاص بن الربيع ذكر اسمك. خد بالك بقى، شوف بقى الأب صلى الله عليه وسلم بيقول لها إيه؟ إن أبا العاص ابن خالتك طلب إيه؟ طلب يدك للزواج. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك خير خلقك سيدنا محمد. قال لها ذكر اسمك، ما قالهاش طلب يدك للزواج، قال لها إيه؟ قال لها ذكر اسمك. طبعا عارف إن حياها سوف يمسك لسانها عن الرد. وبالفعل قبلت زينب الزواج من أبي العاص ابن الربيع وتزوجها قرشي صميم يلتقي نسبه من جهة الأب مع محمد بن عبد الله عند الجد الثالث اللي هو عبد مناف بن قصي. يبقى بيلتقي نسبه مع عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله عند الجد الثالث اللي هو عبد مناف بن قصي، ان هو ابو العاص ابن الربيع ابن عبد العزى ابن شمس ابن عبد مناف بن قصي. طب يلتقي نسبه من جهه الام مع زينب بنت محمد عند جدهما الادنى اللي هو خويلد ابن اسد ابن عبد العزى بن قصي، لان امه هاله بنت خويلد، بنت خويلد اخت خديجه زوج محمد صلى الله عليه وسلم وام زينب. شفتوا بقى الاصل العريض والعرق الطيب. انتوا عارفين ان كان بيلقب هو ايضا بالامين، جاء في نسب قريش وجمهره انساب العرب، وفي الاصابه انه كان يلقب هو ايضا بالامين، بس مش صدق الامين، كان بيلقب هو ايضا بين التجار بالامين. زفت إليه هذه العروس وكان يسافر، فتأتي إلى بيت أبيها لترى أخواتها تستعيد ذكريات الطفولة. تعرفين البنات لما بتتزوج بتحب ترجع إيه؟ ترجع البيت تقعد مع أخواتها تستعيد ذكريات الطفولة.
فكانت بتقضي وقتا في بيت أمها لتساعدها أيضا في أعباء البيت. وكان بينشد له شعر كويس في سفره ذكره ابن سعد في طبقاته، وفي الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وفي الروض الآنف كان بينشد شعرا في زينب رضي الله عنها. ولدت له علي ابن أبي العاص، ومن بعده جاءت أخته أمامة، ففاض عالمهما بالفرح وبالسرور. لغاية هنا، حد يحب يسأل حاجة أو يضيف حاجة؟ هنفتح بس الصوت أو هنفتح الكتابة عشان اللي عايز يضيف حاجة أو يسأل حاجة أو يصلي ويسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا نقفل احسن عشان في ناس زار ناس احنا يعني اسأنا ايه او احسننا الظن لبعض الناس، سامحونا هنقفل الكتابة لأن في واضح إن الناس معانا إيه مندسة يعني نتكلم على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فمعلش سامحونا كده، والتواصل هيبقى على الصفحة بعد الحلقة على طول. الصفحة عند حضراتكم كويس. اللي عنده أي سؤال يسألوا على الصفحة إن شاء الله بعد ما نخلص الحلقة. تعالوا بقى نلخص الكلام اللي فات ده. زينب كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، هي الأولى من بين أربع بنات اللي هم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن. ثمرة الزواج السعيد الذي جمع بين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا تزوجت في حياة أمها